تتحدثين بجانب إيجابي جدا، 35 دورة من العطاء المستمر بإبداع متميز بحضور البلدان العربية باختلاف الثقافات الفنية والأدبية وغيرها. حضرنا الجرش 35 بكل فعالياته، كانت ظروف قاسية، صحيح، كورونا، محاطين بقيود معينة. صحيح. اليوم انتهت كورونا، اليوم الثقل كبير على الأردن وخاصة القائمين على مهرجان جرش. كيف هي الاستعدادات وما هي التطلعات من خلال هذا المهرجان في دورته الحالية 36؟ أولا الشكر لصمود المهرجان في الدورة 35. بالرغم من الجائحة، رسالة الوطن الأردنية قائمة على أن الأردن يدعو دائما للحياة، نحن منصة إشعاع. بالرغم من التحديات، الأردن يقع في قلب منطقة صعبة، في منطقة ملتهبة، جائحة، وضع اقتصادي صعب. نحن بلد في إمكانيات محدودة بالمعنى الاقتصادي، ولكن إمكانياتنا بمواردنا البشرية استثنائية، وهذا التجديد الذي نعمل به، نعي التحديات ونقف عندها بواقعية، بعقلانية، ولكن أيضا بأمل، مرتبط هذا الأمل ببرامج عمل ضمن أجندات زمنية مستدامة. الإدارة التنفيذية لمهرجان جرش، اللجنة الثقافية أبدعت، لأنه عملنا بالتشاركية مع وزارة الثقافة، مع كافة المثقفين. هذا المهرجان عمل بشراكة مع بلدية جرش، المجتمع المدني الجرشي، القطاع العام والقطاع الخاص، نقابة الفنانين، لهم كل التقدير والشكر، رابطة الكتاب، اتحاد الكتاب الأردنيين، الفنانين المسرحيين، المبدعين الأردنيين في كل مكان، والمبدع العربي. اليوم شفنا الجمعة العربية بالرغم من كل الواقع الصعب، ما زال الأردن صوت صمود، صوت جمال، صوت عمل، صوت عرق. الاستدامة لا تكون إلا بالتعب والعرق والتجديد المستمر، التجديد المبني على مفاهيم الإبداع والابتكار. وهذا يعني أن اليوم إحنا نعي أهمية النوعية والامتياز. الافتتاح اليوم قدم مشروع وطن أردني، السردية الوطنية الأردنية المبنية على العقلانية، الإبداع، التنوع، التعددية. كان العالم العربي موجود، وأيضا كان العالم، إذا استمعنا بعناية لفرقة رم والموسيقار الأردني طارق الناصر، قدم هذه الجمعة الجميلة. الأردن بتعدديته، ولكن الأردن أيضا بانفتاحها على العالم. فكان الافتتاح اليوم قصة تقدم للعالم، مزيج بمزيج وجود العالم العربي اليوم وباستمرارية هذا المهرجان. هذا المهرجان سيستمر بالتأكيد رسميا لمدة 10 أيام، ولكن مهرجان جرش بفعالياته، باستمراريته، كرسالة وطنية أردنية، نحن سنطلق فعاليات مهرجان جرش في معان والطفيلة والرمثة وإربد، وكل العالم العربي موجود معنا بكل الفعاليات، وسيبقى موجود ببرنامج ثقافي إن شاء الله مستدام.